هذا النهار تفهمنا انا واصحابي باش نفوتوا الويكاند في الشرق الجزائري. اختارينا هذه المره عاصمه الهضاب العليا. عجبتني بزاف المناظر الرائعه لجبال البابور والطريق لشلالات واد البارد. هاليكم كيفاش فوتناها في ولايه سطيف. وفي الاخير بغيت نقول باللي يهمش البلاصه اللي تروح لها، اللي يهم هو انك تفوت وقت الشباب مع اصحابك وتخرج من الروتين اليومي. اذا عجبك الفيديو ما تنساش دير ابوني فلاشين وتبعوني على انستغرام.